يعني على هالفقرة كتير ناس حتركز وتعلي صوت التي في كتير منيح، لأنه حنحكي على أكثر أمراض الجهاز الهضمي يعني شيوعاً اللي هو الكولون العصبي المنتشر بشكل كتير كبير. للأسف هو من الأمور المزعجة جداً ورد للي بيعاني منه، ممكن تعطلنا عن ممارسة حياتنا أو تنفيذ الكثير من المهام اليومية بالشكل الطبيعي. بفقرتنا لليوم رح نستعرض معكم مجموعة من الأعشاب اللي ممكن تساعد بتهدئة الأعراض المرافقة للكولون العصبي، مع ضيفنا بالاستوديو خبير الأعشاب الأستاذ ياسين قداح، يلي أكيد رح نتعرف معه على كثير تفاصيل. يسعد صباحك أستاذ ياسين. الله يسعد صباحك خير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما ذكرت آية، فعلا الكولون العصبي مرض العصر، و يمكن 60-70% من الناس بمرحلة معينة من السنة بيتعرضوا لتشنج كولون وبيحتاروا بقى شو بدهم ياخذوا مهدئات، شو بدهم ياخذوا أدوية إن كان وقائية أو علاجية. بداية فعلا الأعشاب أو البذور بتساعد بنسبة كبيرة لتهدئة الأعراض ولا لا؟ إحنا بحاجة لعلاج كيميائي حصرا كمان. بنسبة 80% نعم. حلو. 80% بنسبة 80% نعم، ولكن إحنا في عندنا النشأة النفسية للمرض إن كانت عصبية أو نفسية أو طريقة خاطئة بالغذاء. صحيح. يعني هي إن نعالج السبب الرئيسي. نعالج السبب الرئيسي، يعني الإنسان يعني من تحفيزات الأغذية أو الإنسان لازم يأكل وهو مرتاح نفسيا. طبعا. مو مشان يأكل زيادة. بعدين نقول يا الله صار عنا مشاكل. أيوة بالضبط. لا هو الراحة النفسية، مو الواحد والله متقاتل مع حدا أو على التليفون بمكالمة بشغلة إزعاجته هو عم يأكل، أو فورا بلش الأكل. تمام. أو أي شيء استاء منه بالبيت، وكلنا عنده بيوت وعنده مشاكل. صحيح. بس الإنسان لازم يكون حريص من هالنقطة. تمام. إنه يأكل على الأقل بسعادة نوعا ما. تمام. خاصة إذا يعرف إنه عنده مشاكل، يعني ما بدك تتهور بهذا بالضبط. الموضوع أبدا. فتح الفم أثناء الطعام أو أثناء المضغ له مساوئ كثيرة لدخول الهواء للجوف، اللي عنده مشاكل. تمام. ما بيعاني منها اللي ما عنده مشاكل أبدا. بيعاني منها اللي عنده مشاكل بالكولون. تمام. يعني المشروبات الغازية هي خطيرة جدا، يعني الواحد لازم يراقب الشجرة الغذائية تبعه شو بيأذيني أنا وبعد عنه. هذا الكلام محور الحديث أستاذ ورد دائما ما شاء الله عليك، يعني الله يسعدك. تلقطل المعلومة الله يسعدك. الله يسعدك. كل إنسان عنده مجموعة من الأغذية بتأذيه، ليست مرتبطة مع أي شخص آخر. تمام. أبدا. فلازم إذا أخذ القاعدة من هالناحية هي وقف عن هاي الأغذية اللي بتضايقه، ضايقته اليوم يمكن ما ضايقه بكرة لنفس الشخص. صحيح. هاي يعني هاي المعلومة خطيرة جدا، يعني الإنسان لازم ينتبه له إنه أخي أنا في فصل معين أو في وقت معين هاي الأغذية عم بتضايقني، ما في داعي أكلها. أوكي. طيب إحنا بدنا هيك نستغل الوقت أستاذ. طيب. لحتى قدر المستطاع لنفيد يعني أكيد مشاهدين الناطرين يعرفوا مننا شو الأعشاب اللي بدنا نحكي عنها اليوم وشو طريقة استخدامها. بلشت نوبة الكولون مع أحد الأشخاص، بلشت الأعراض، شو نأخذ؟ الأعراض بعد الطعام يؤخذ من الكمون، الشمرة، اليانسون، الشبت، النعنع والريحان. أوكي. الريحان طبعاً في بعد عشبة أخيرة اللي هي عرق السوس، وأنا ما بنصح تكون موجودة من ضمن الخلطة، وخاصة لأصحاب الضغط المرتفع أو اللي ما بيعرف إنه عنده ضغط مرتفع. تمام. يعني اللي عنده ما بتناسب الجو. تمام. طبعاً كل هدول الأعشاب يكفي منهم ملعقة أو معلقة متوسطة على كوب ماء مغلي مسبقاً وتغطى لمدة 10 دقائق. تمام. نحطهم كلهم مع بعضهم، ملعقة ملعقة. كلهم بمقدار معلقة. يعني الخليط هذا كله يطحن ويأخذ منه معلقة واحدة. تمام. أنا فكرت إنه ممكن. إنه معلقة نعناع معلقة. لا لا، الخليط كله هذا يطحن ويتأخذ منه معلقة واحدة. أوكي. وما بيأثر مادة مع مادة طبعًا ثانية. طبعاً هذا الكلام بالعموم، ولكن إذا يعني قصدنا التشخيص والتوصيف لكل حالة يختلف الوضع. تمام. هون بدنا نحن استشارة. لازم استشارة، يعني إحنا بنقصد بالعموم إذا ما ارتاح من أول مرة مو ضروري يشرب 10 كاسات. طيب. تمام. بدون ما نسمي أسماء تجارية هيك. نعم. خلطات عم تنباع بالصيدليات. صحيح. أو بالبزورية. نعم. يقول لك هاي خلطة الكولون، فكل الخلطات آمنة؟ كل الخلطات أنا فيني آخذها يعني إذا كانت فعلاً مكوناتها من هالمكونات؟ إحنا حكينا ما في، يعني ما في إنه خلطة واحدة لكل مريض بالكولون. تمام. يعني بسمي لك إياها على الكرتونة. لا لا ما في. للكولون العصبي وبتنبع للجميع. أبداً. هي أصلاً هاي الخلطة هي مو علاج، إذا ما عالج نفسه هو نفسه بالابتعاد عن الوجبات أقل شيء لمدة 2 شهر. بالابتعاد عن المؤثرات. أوكي. الخارجية النفسية والغذائية. في عندنا مشكلة قائمة لأصحاب الكولون اللي هي الإمساك، إذا ما عالج مشكلة الإمساك كمان مصيبة. صح. ما راح يتخلص من الكولون أبدا.
تمام. ومشكلة الامتساك متلازمة مع 80% أو 70% من مريضي الكولون العصبي أو الكولون التقرحي أو النفخة. تمام. في أشخاص بتصير عندهم نوبات الكولون والأوجاع مو بوقت واحد، بأكثر من وقت بقلب النهار. تمام. هل نحن معلش ناخذ اكثر من مره بقلب النهار من هي الخطأ؟ بالوضع الامن كوبين معلقتين متوسطات. تمام. مع سكر بدون سكر؟ اكيد بدون سكر. بدون سكر عم يقول لكم نكتب زعلنا اياها. اذا بدكم تحلوا يمكن بمعلقه عسل بيمشي الحال، واذا هو متاكد انه ما عنده سكر كمان حتى لو بالعسل. حتى لو عسل. تمام. نحن ما بدنا ناخذ شيء نعالج ونضر اشياء ثانيه. ومشكور الاستاذ ذكر موضوع الضغط، يعني في ناس بياخذوا معهم هبوط ضغط وبياخذوا اشياء ممكن مرخيه بزياده فصار هبوط ضغط مضاعف. صح. احنا ركزنا هلا جبنا الحبق فريش. الحبق بمعظم البلاد العربيه والخليج العربي والعراق بيستعملوه مع الاكل مثل ما عم نستعمل احنا الورق الجرجير او النعنع. يؤكل مع الوجبات. أوكي. ويوضع مع الطعام. وضع الريحان او الحبق بهاي الورقه وليست الورقه الناعمه. أنا جبته لعشان يميزوا المستهلك إنه نقصد الورقة الكبيرة. أوكي. من الحبق. هي إذا منحطها مع الطبخ بنهاية الطبخ مثل ما منحط الكزبرة أو أي شيء تاني، إحنا خففنا كتير مشاكل من مشاكل الكولون. حلو. أو مضغه مباشرة أو وضعه مع الزهورات مثل ما ذكرنا بحال الفريش إذا إحنا هي الباقي الأعشاب موجودة. مع هالغلوة. نعم. تمام. بالضبط. طيب ختاماً أستاذنا الكريم، شو الأخطاء المرتكبة بتناول أو بأخذ الأعشاب أو البذور؟ يعني ما فيني أنا أكون عم باكل دسم وباكل شحم وباكل وجبات سريعة وإلا خدي يا معدتي هي كاسة النعناع مشي حالك. شو هي؟ يعني كاسة النعناع هي السحر؟ هي السحر. لا طبعا، يعني هلأ في عندنا مشكلة مختلطة بين الكولون، يعني رح نعدي عليها على السريع، والمعدة أو الفتق تبع الحجاب الحاجز، عم ياخد الكمون عم بيأثر سلبا. أوكي. عم بيأثر سلبا وعم ترتفع الحموضة الزايدة ويصير عنده مشكلة. صحيح. راح تأزم الكولون بالحالة النفسية اللي صارت عنده. تمام. فالكمون بيتاخد بالأول كجرعة وحيدة، إذا كان مرتاحة عليه المعدة يستمر، إذا مو مرتاحة مو ضروري ينزله بالخلطة. تمام تمام. أبدا. تمام. أوكي، يعني معلومات أكيد ونصائح كتير مفيدة أخذناها من حضرتك. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ ياسين. شكرا كتير لحضرتك معنا. أكيد دائما نستفيد. أهلا وسهلا فيك. الله يسعدكم يا رب.